اهم احنا هنا من ايه المشكلة حصلت ليه؟ المشكلة حصلت عشان خاطر احنا نيتنا مش كويسة. انت مجمع ليه طيب؟ شوف لنا مايك. بص يا زيد، طالما انت في الديفولت، طالما من اللي هو 168 مش عارف ايه الكلام اللي كان موجود ده، اعمل له اوبتين وهيتواصل معاك على طول. اوبتين ازاي بقى؟ النتورك خلاص اللي هي اكتب له قيمه او كوبتين عادي اوتوماتيك. ماشي اوتوماتيك، انا كنا بنعملها اوتوماتيك. ماشي. اول واد قال لي ايه، ان طالما انت مهندس حسين، قال لي طالما احنا غيرنا ما بقاش الاي بي ادرس الديفولت بتحطه له مانوال. طب ما حطينا مانوال، احنا حطينا ده مانوال. حطينا مانوال. ايوه متاكد؟ ايوه يا ابني حطينا مانوال. لا حطينا مانوال بس مكان الديفولت. مكان الديفولت ازاي؟ والله ما انا عارف. انت حطيت ده مانوال اهو، وانا حطيته هناك انا ورفعنا وما اشتغلش. زي ما انا ما عملتش اكتر من كده والله. زي ما كده يبقى الساب ماسك ده كان 255 255 255 بس. يبقى هم كانوا اثنين فعلا. يبقى انا حطيت عشان انا حطيت ثلاثه العالي ثلاثه، انا حطيت اثنين ثلاثه، كنت حطيت 255 255 بس باور 255. ماشي. فانا حطيت ايه، مجرد ان انا حطيت له، حطيت ال 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 الساب ماسك كده زي ما هو كده وحطيته هون خلاص. ماشي. اديته اوكي. اوكي وقفلت. شغال. شغال. اوكي بسجل. اللهم صل عليك يا نبي. روح على الود. هو ده هتعمل اوكي. سوري. قول له ماشي. سوري ده بس لو سمحت عليك. ماشي. اوف لاين. هنعمل تيستينج. ده امتحان. تولز سيتنج كده بيشحن. ماشي. اون لاين. مش دلوقتي بيشوف. تشيك اون لاين. خلاص طالما دخل لك ده يبقى انت دخلت كده في ايه؟ ماشي. في التمام. عندك ادمنستريتور لازم تغيره. خد بالك. اول حاجه ادمنستريتور، اول بتاع دي كابت صح علي؟ بس مفيش ادمنستريتور، هي ادمن بس. ادمن؟ ادمن. ادمن. ادمن خلاص. وباسورد ايه؟ وبعد ادمن برضو بقى. لا ريب 500 اد برضو. ريب 500 ادمن برضو. بس ايه الادمن كابت. ريب 500 كلها كابت. ماشي. ودي له اوكي. خلاص يا باشا. خلاص يا باشا. اونلاين دلوقتي. فايل وداونلود to protection system. لا upload from protection system. upload اللي هي from بقى. from اهم حاجة. from مش to. from يعني from protection ولا to protection. download مش upload. ايوه upload from protection system. download to protection system. احنا هنقوله upload from protection. upload يعني ياخد من الريلي يحطه على الكمبيوتر. upload from protection system. خلاص نعمله. بليز كلوز اوبن ويندوز فيرست. اوكي اديله اوكي. ماشي. فايل ابلود فروم بروتكشن سيستم. هتحط ده مثلا عاوزين نحفظه مثلا على الديسك توب. ماشي. بايه؟ ريب 500 فاينل كونفيجريشن. ماشي. مش عارف انت مكبر الشاشة دي كده ليه يا ابني؟ سيف. كبر ايه؟ كبر الشاشة بتاع السيف دي اوي. و ابلود كده شغال مع نفسه. خلاص يا محمد. ماشي. تعالى اقعد بقى. خليك انت بس. خليك. لا 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 ما فيش حاجة اسمها خليك. اقعد بقى عشان نبدأ صح. علاء خلي المروحة دي تلف. شكلك تقعد فين طيب؟ كل شوية ماشي عليك. علي وقف البتاع ده بقى. انت تاكل يا سجن. ماشي؟ لا جامد اهو. زي ما انت بس انا الريب 500 زي اي ريلي. ماشي؟ تاخد شوية قوائم كده هنبدأ واحدة واحدة فيهم. ماشي.
ماشي. في بعض الحاجات هنعديها يعني، وفي حاجات تانية هنركزوا عليها ماشي. اول حاجة بص يا مهم خليك معي ماشي. اول حاجة اوبن، لو عندك فايل مثلا زي دي ده قريب 500 فاينل كونفيجريشن احنا لسه مطلعين، عاوز تسحبه اوب تروح عليه وتعمل له اوب خلاص. عندك سيف اس برضه، لو عندك كونفيجريشن دلوقتي عاوز تسيف سويف له باي اسم مثلا وليكن ايه خلاص. ماشي خلاص معروف اللي بعده الفيو دي اهم حاجه، دي من خلالها اللي احنا هنقوله اللي هو سنجل لاين دايجرام زي بتاع السيمز زي هناك كل زي بعض خلاص. دلوقتي اول حاجه انت بترسمهم الاول؟ لا انت ما بترسمش حاجه برضه، بجيبه لك على طول. انت ما بتعملش حاجه هنا خالص ماشي، انت بتحط حاجه ولا تضيف بس تغير اسماء مش عارف ايه الكلام ده. خلاص الرسم ما اقدرش ارسم؟ ما اقدرش ترسم، هو بيجي لك رسم مرسوم. السيمز فيه متاح عن كده ماشي. ادي يا عم الحاج دي اوضاع الوضع دلوقتي بتاعت ان انت A603 عندك الاثنين ايزوليتر والبريكر اوبن، ورحت 603 هنا وراي هنا اهو هتلاقي الثلاث لمبات مطفيين. المهم انت من فيو سنجل لاين دايجرام تقدر انت تحصل على سنجل لاين دايجرام. طيب اهو عاوز تعمل له ابديت، عاوز باستمرار تقرا مثلا، عاوز تقرا التيار تعمل ابديت سايكلي ماشي، عاوز تعمل ستوب خالص دي اهم حاجتين عندك. عاوز تعمل له برنت ماشي خلاص، ديت البتاع ده الطيارات كلمه الطيارات بكل يونتس اللي عندك عاوز تقرا. يبقى ده اول حاجه في فيو سنجل لاين اللي انت تقدر تشوف. طيب هو ليه في هنا نقطه وهنا مفيش نقطه؟ ان ده محو ده حاجة، عاوز بس بتغير اسماء تعمل كده شو لينج. لا مش كده، تضغط هنا تقفل تقف على حاجة ايديت يعني، دي مش هتجيبها لك اعتقد في ايديت يعني مجيب مش من هنا بس مش من هنا تقريبا ممكن عشان اونلاين انا مغيرها بنفسي. تعال شين جديد عملت كليك يمين برضه؟ لا كليك شين يمين اهو بس وقفت عليه الاول. وش يمين دي نفهمها ازاي؟ تقعد تضغط عليه كده مع حد ما تخسره يا تعمل له اي حاجه. المهم خلاص يا جد مره الحمد لله. طيب شفتوها مره دول شفتوها خلاص يا ريس، هي دي اللي اهم حاجه عندي، دي اللي انا كنت بتكلم فيها اللي هي انت عندك زي ما قلنا هنا ادي 1 ايه عندك 2 ايه خلاص، حاطط لك حاجه اسمها بي زد 02 وبي زد 05 ودي سي. هنا عامل لك بي زد 02 1 سي مع بعض صح؟ بص كده في حته واحده ايوه خلاص. ليه اعمل كده ابديت ستاتس؟ هتلاقي السكينه دي مقفوله، احنا قلنا الحته دي لحد هنا الجزئيه دي خلاص. عشان السكينه لو انت فات رحت فتحت، لو فتح السكينه محمد عبد الخالق افتح لي وقفل لي 608 و607 تنزل شوف 1 سي و 2 زد عشان ديت مقفوله. هو اما يفتحها دلوقتي هتلاقي 1 سي بقى 2 ماشي، وبي زد وبعد ما يقفل هتلاقي بي زد 05 و 2 سي بقت حته واحده ده اللي انا بتكلم فيه. دي مهمه جدا دي ماشي. اللهم صل عليك يا نبي. طيب
حاطط لك هنا 1 اي كل اصفار وبعد كده انفاليد انفاليد هتلاقيها مش واخدين مش واخد عليها واخده ساكن مش واخده واخده ساكن هتلاقي كلها مفتوحه مفتوحه بقى انفاليد لان دلوقتي انت مش مختار لاي حاجه يعني مثلا دي مفتوحه ديت مثلا A605 دلوقتي لو رحت هتلاقيها ديت 1A صح؟ هتروح كده فيو روتيشن زون هتلاقي لك 1A جايبها لك 00 يعني في قيم خلاص. لو رحت انت بقى ادي 1A 2A معلهاش حاجه خالص فحطها لك انفاليد. يعني ما عندهاش شكل فيني مفيش حاجة عليه خلاص. وعندك برضو بيزيد 052C invalid لان مش مفيش حاجة عليه. فين دي على كام؟ دي على 1C انما 2A 2C في حاجة عليها؟ خلاص شوف روح كده نروح نشوفهم. فين 1C؟ 0 يعني فيها تقدر تقيس من عليها حاجه يعني في ايه في واحده عليها ماشي بس ما فيش تيار موجود فعشان كده لو انت لو انت فتح لو ده بقى اخترت هيبقى فيها ايه كله صفار انما مش انفال دلوقتي هي جايبها لك انفال ماشي. ده انالوج انبوت ميجر انالوج انبوت ميجرمنت اللي هو بتاعنا بقى ان شاء الله القياسات بتاعتنا لو انت ان شاء الله ربنا يكرم وهتعملها في الاستابيليتي ادي اهي الميجرمنت بتاعك ده بالنسبه 603456 اللي هو كل البي ايوه الانالوج بتاعك كرنت بس كرنت بس اه ماشي فيو باينري انبوت اوتبوت عاوز تشوف ستيتس بتاع الباينري انبوت اوتبوت يعني مثلا A603 عشان البريكرات طبعا A603 دلوقتي ايزوليتر بريكر بوزيشن دلوقتي ايه بريكر A603 318 319 ماشي وادي المفتاح ماشي ده الانبوت لو انت مفعل 603 ايه وضعها. المهم يعني بتشوف من خلالها ال 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 اوضاع السكاكين والمفاتيح ده اوبن 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 تلاتة اوبن اهو عشان مديلك كده لك مرتين واحدة حسب ما يكون الواحد يبقى هو شغال اه على حسب ما هو واحد هو شغال اه دي دلوقتي ايزوليتر اوبن بريكر ايزوليتر اوبن فيجي لك واحد بريكر ايزوليتر كلوز زيرو اوبن واحد كلوز فين اوبن وكلوز دي؟ بيت تعرفها منين دي احنا هنشوفوها يعني هنشوفها الباينري ام كل الباينري ام بوت ده متعرف ايه ازاي خلاص شوفوا قدامها ليه في اللوجو ده عشان في الليجند عشان اعرفها مره واحده عملت كده مش مديني حاجه انا مانيش عارف الاثنين نفس الاسم بالظبط عرفت منين انها كلوز ولا اوبن بقى عرفت منين الكلوز ولا اوبن من خلال الكونفجريشن بتاعها طب ليه مش حاطبها هنا هو عاملها كده طيب انا ما بغيرهاش دي جايه في الكونفجريشن برضو برضو ماشي ده في البي سي يو الاساسي بتاعنا ده في 2 سلوت 16 و 18 ماشي ده برضو كل حاجه للوضع بتاعك كان انبوت او اوتبوت برضو سيبتن بازل ام ستيم اكسترنال ريسيت يعني انت لو رحت تغطى عليه دلوقتي على هاتي انت دي الطويل اول واحده على الشمال ده هطول ده السليكتور يعني اه ده اكسترنال ريسيت ده اول واحده على الشمال تحت اول واحده على الشمال ايوه ده اظبطهم ده ايوه ده خليك تدايس عليها ماشي ابديت ستيتس كل شويه ريسيت سيب ده واقع ماشي ال هنا حاجه ثانيه يلا تبقى غبية بقى
الهام. تعال نشوف الحين نرجع لحتة النقطة الثانية اللي احنا كنا قايلين عليها اللي هي بتاعت السكاكين والميجرمنت. اه يابا ميو سنجل لاين دايجرام فيو سنجل لاين دايجرام ابديت ستيتس ما فتحش ليه ما فتحش ليه 604 قول له يفتح 604 محمد بالله عليك ماشي خليها على الوضع ده خلاص كمل لي جرافات مع بعض كمل حد يبقى عندي 1 اي 1 بي او 0002 وخلاص انتهى اوكي ولما تربطه كله بالكابلر يبقى عندي واحد بس 1 اي وخلاص صح لو ارتبطوا كلهم مع بعض بجون واحد خلاص بين الانبوت اوت ستيتس مثلا ناكل بس بار بلوك زون بلوك ادي 2 اي ادي 1 اي ادي 1 شنو ادي اوكي ادي فاهم بلوكينج للزون تمام بلوكينج للزون اه دي تعمل صح اهي ده جت واحد لو ايه انا عملت ايه كان دي 1 سي عملت 1 سي دي 1 سي ام سي اه 1 سي ماشي 1 اي بيت 1 ايه ده الاستيتس بتاع الانبوت هو برضه في نفس الحكايه لو تشوف الاوس تشوف الاوت ماشي تعمل ستوب عشان تقفلها خلاص ده بالنسبه للفيو هادي بين الانبوت سويتش جير اوبجكت برضو اوبريتيشن زون سيركت بريكر اي حاجه بس بار فانكشن مونتيرنج ديستربنس ريكوردر ديستربنس ريكوردر دي مهم ده برضو اوت سكول تشوف كل حاجه هنا من خلال الديستربنس كل موري فول موري فول دي اه ما احنا حرناه اختبارات ماشي يعني مش هسجل حاجه تانية ولا بيلغي القديم بيلغي بقى ريكورد على الجهاز يعني ولا ريكورد ايه؟ ابديت راح امك يعني جت انا مش ستوب ماشي برضو ده حاجة بتعرض لك الوتر بار المهم هنجي انا وصل هنقولها تاني خلاص فيو خلاص ترم ايفنت ليست سكيورتي ليفنت قلت يعني عبارة عن ريدنج لأي حاجة أنا عايزها أي حاجة أنا عاوزها ماشي بعد كده الكونفجريشن ماشي ده اللي هو الحاجة اللي أنت عاوز تشتغل ماشي كونفجريشن تعمل كومينيكيشن أول حاجة كومينيكيشن ماشي اس سي كونفجريشن لازم دي تفعله عندك 172 16 0 4 اي بي ادرس سب ماسك مش عارف ايه جيت واي ادرس زي ده من على الريلي ولا ده اللي انا بكتبه له وابعته لا انت ما بتكتبش حاجه ده من على الريلي خلاص يعني انت هتغيره هناك بايدك زي ما احنا غيرناه كده بعد كده تكتب خلاص ده لازم انت تفعله عشان تقدر تتواصل مع الاساس ماشي ادي ايه ادي اول حاجه طب
الانتجريشن ده الحاجه اللي احنا بنشتغل فيها. بس انا ما عملتش حاجه فيها او ما اعرفش حاجه فيها ولا 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 بعمل فيها اي حاجه. وديت مجرد ابديت بيريود مش عارف ايه كلام من ده. انا ما عملتش حاجه فيها خالص. ماشي. اللي انا بشتغلت فيه بيناري ميديوز. ماشي. ده البيناري ده اللي احنا بنلعبه فيهم بقى ده. ماشي. ده الانبوت والاوت انا اللي بفعله. ماشي. طيب ده هو طبعا احنا مفعلين الكلام ده كلته على حسب السكيم بتاعه. ماشي. اول حاجه مثلا اكسبتس باس ايمج الارم اكستنر ريسيت باس بار بلوك كلام من ده. الكلام ده طب انا اضيفه ازاي؟ طب انا عاوز اضيف حاجه جديده او اضيف او هي فاضي اضيفها ازاي؟ بيعمل حاجه بتروح تعمل نيو سيجنال. خلاص. بتختار السيجنال من على حسب هو طبع السيجنال ديت يا اما بريكر فيلير يا اما باس بار ان ديفولت يا جنرال سيجنال. خلاص. انت بتشوف مثلا ديت مثلا الحاجه دي تبع ايه باس بار. خلاص. هو طبعا انا يعني مختار كل حاجه بتاع الباس بار فعمل له ايه بلوك. خلاص. إيه إيه طيب انا عاوز ايه انا هشيل واحده دي هنشيل كنسل يا عم هشيل واحده من هنا عشان ايه اقدر اضيف او انا اروح كده نيو سيجنال ماشي واخد واحده جنرال سيجنال بس. طب جنرال سيجنال مثلا فيها ايه انت باس بار سيكشن 1 ايه ولا 1 سي ولا 2 سي. خلينا انا حاجه عاوز تختارها حاجه تبع 1 ايه. طيب عاوز لي جلي ولا جنرال تريب باس بار زون ده سيجنال جديد. ماشي. هاو ومتني مديله اوكي. خلاص. هنا بدخلك على الصفحه بتاعتها كل اللي انت بتختاره هل هي الكونتك اللي انت جايبه ده 1 ولا 2 يعني 1 ولا 2. ماشي. هنا في امكانيه ايه مثلا عندك انت البوزيشن بتاع البريكر بتاع الايزوليتر او بتاع البريكر يبقى يا اون يا اوف صح. بدل ما هنا بيقول لك يعني انت بتعمل اساين لده على انه يعني مثلا ما تيجي تضيف البوزيشن بتاع البريكر او بتاع ايزوليتر هنا بتقول له انا يا عم بدي له اديت سيجنال. خلاص. طيب بدي اديت سيجنال انت في نفس في الاديت سيجنال السيجنال دي ذات نفسها انا ممكن اختار له بقى ايه ان الباينري انبوت ده اللي داخل لي ده اختار له من خلاله مرتين او اعمل له البوزيشن بتاع الاثنين مره واحده ثاني اعمل له البوزيشن كنا بنقول تشينج اوفر كونتاكت يعني مش تشينج اوفر كونتاكت بدل ما اعمل له 1 اوكسيلري كونتاكت لا اعمل له 2 اوكسيلري كونتاكت. هو فين 2 ده دي مكتوبه نو 1 اوكسيلري كونتاكت اهو والثانيه نو اوكسيلري كونتاكت. طيب انا ماشي انا انت خليك بس معايا في الحته دي. طيب 1 اوكسيلري كونتاكت يعني هو اوبن يا كلوز وخلاص واحد وخلاص واحد بس. طيب. يا نورمالي اوبن يا نورمالي كلوز ماشي. آه. هو دايما بياخده نورمالي اوبن ماشي. خلاص. بيقول له ايه كلوز سيجنال اوبتو انبوت سيجنال. خلاص. وانت بتدي لها التعريف بتاعها هنا اهو هو ديفولت تكست اللي هو بيظهر لك في هناك. خلاص. انت عاوز يوزر ديفند انت عاوز تغير في التكست بتاعه التكست اللي انت عايزه. ماشي. لازم انت تعمل له ريكوردنج عشان يعمل يروح يتسجل في الفولت ريكوردر بتاع الريلي بتاع الريلي. يعني انت لو شلت له الريكوردنج ده تعمل له ريكوردنج مش هيعمل حاجه. خلاص. ماشي. وسند ايفنت 2 اي بي بي 1 اي اي بي بي 1 دي اي بي بي 1 ده اللي هو الساس. ماشي. لو شلته برضو كده مش هيروح للساس. ماشي. ماشي. دي كده خلاص يا باشا. طيب اوكي. في اي حاجه وتدي له ابلاي اوكي احنا هنعمله ايه كنسل. طيب التو بقى دي انت لو رحت هنا بدال الموديولز طبعا انا مش هروح ال سيلكتد مديول لا انا مش واخد سيلكتد انا بس هنروح على ثلاثة دي اهو اللي هو ده اللي هو بتاع ايزوليتر بريكر بوزيشن. لو رحت ضغطت عليه هيقول لك ايه 1 اوكسيلري كونتاكت ولا 2 اوكسيلري كونتاكت. طيب ماشي. طيب انا اخترت 2 لان عندي اوبن كلوز. ايوه. واوبن وده داخل على باينري انبوت وده داخل على باينري انبوت صح. ايوه. ماشي. فبختار له 2 اوكسيلري كونتاكت. طب انت عندك ايه عندك اوبن سيجنال اوبتو انبوت كام انت ممكن تختار بقى دلوقتي بقى 2 اوكسيلري كونتاكت صح. انا اختار الاوبن سيجنال
دي على ايه؟ اوبتو نمبر كام؟ اوبتو اللي هو باينري انبوت كام؟ انا قلت واحد. ودي كلوز سيجنال على انبوت اثنين. بس كده كده جايه لي اثنين سيجنال. بالظبط كده. اه بالظبط. بس انت هنا من خلال الكونفيجريشن ده عرفتهم من خلال صفحه واحده. فاهمني؟ من خلال اختيارك لايه؟ تو اوكزيلري كونتاكت. لو انت اخترت وان اوكزيلري كونتاكت راح. لما تو اوكزيلري كونتاكت بقى جاي لك الاثنين. انت الانبوت على باينري انبوت كام؟ الاوتبوت اللي كلوزد على باينري انبوت كام. خلاص ده التكست اللي انت عارفه تعرفه. ده الايفنت برضو لازم تحط. ده سنت ايفنت برضو للساس. والاكسترنال ميمك كونكشن تو سنترال. اكسترنال ميمك كونكتد تو سنترال يونت اللي هو هو نوعيه البتاع بتاعته. اكسترنال اكسترنال ميمك يعني اكسترنال اشاره لبالص يعني. خلاص ادي بس ماشي ماشي. طيب اتفضل يا باشا. فين رقم البانيرنج اهو؟ رقم ورقم عار اللي ورا اللي هو اي بي بي 03 ده ولا ده بتاع باينري انبوت كام؟ يعني لما بصيت في الدرون اعرف ان هو ده ازاي؟ اه هات الدرون. الاء هات الدرون بتاع البي بي 1. الدرون ايه؟ نسيت البي بي 1 ده. هات الدرون بتاع بصبار اهو. هنا اهو فين؟ هو انبوت عايز يجيبه لك في نهايه الريلي من ورا. انبوت ازاي يا عبد؟ السي ان 16. لو طلع انبوت هتيجي 10 ريال يا عبد. السي ان 18. انبوت بجد والله؟ يا عم هو تنسيت البروتكشن ولا ايه؟ فين؟ هنا وريهوني هنا على السوفت وير. سوفت وير؟ اه. انا هعمله اصلا على السوفت وير ازاي؟ هو اصلا بيبقى جامد. نروح تاني بدري. C01, C02, C03, C04, 5, 1. خلاص. ماشي يا ريس. ماشي. الأوبت أهو. يعني حاجة مش عاوزها مش من خلال باينري حاجة داخلية مثلا باسبور أوبريتد. ماشي. عاوز تعمل لها أوبت. بس أنا مش عاوز أعمل لها أوبت. باينري اوبوت هارد واير. هارد. انا عاوز اروح على فيجوال اوبوت. عاوز اعملها على الايفنت. عاوز اعملها على الساس. بقولك فيجوال اوبوت. خلاص. هنا هنا حتى مش مختار اي حاجه هنا خلاص في الـ في الانبوت في الريلي اوبوت اهو. بس حاططها اعمل لك ايه ان هي ريكوردنج واعملها واديها للساس. فاهمني؟ ايه ده انا ما فهمتش حاجه. فيجوال. طب هو راح فين؟ تخش كده تلاقيه راح على الفولتر كوردر ورايح على الاساس. ريكوردنج زي فوتو ريكوردر ولا الاكسترنال ايميج ريكوردنج هو ده فوتو ريكوردر؟ ريكوردنج دي هي الفوتو ريكوردر؟ لازم تعملها عشان الايفنت كونفجريشن. ابو فين الاسم الاوتبوت هنا يا ابني كده اللي هو بلوك؟ مكتوب هنا تاني؟ مش هو ده اوتبوت ريلي بلوك. لا اللي انا بسميه اي اسم يروح الساس. اللي انا بسميه هنا بيظهر عند الساس؟ لا هو الساس بقى اللي بحط السيستم بتاعه. المهم انا باخد هو بياخد الريلي ده عاوز تسميه بنفس الاسم سميه عاوز تسميه باسم تاني هو حر. خلاص ما ليه ساين سكوير ويف دي سكوير سكوير ويف اللي هنا فين دي؟ ايوه اللي عند دي؟ ده ريسيت ولا لاتشيك؟ يعني بعد ما يروح بي تفضل مستمره ولا بتقوم يديك التايم بتاعه يرست بعد قد ايه؟ بالظبط. ماشي خلاص وديت خلاص من الاول بتاع عايز رسيت ولا رسيته من هنا؟ عايز قصده يبقى اوتوماتيك رسيت رسيته من هنا. ماشي ده الباينري مديول خلاص ده بالنسبه للانبوت وبالنسبه للاوت. ايه ده؟
ده اللي عم ده اللي هو ده انت عاوز تسطبه على انهي واحد. خلاص يا محمد ده بالنسبة للكونفيجريشن. طيب في حاجة تانية يعني يتسطبه على انهي واحد؟ عاوز تحطه على انهي واحد تشتغل على انهي واحد. ايش تشتغل اشتغل على ولا 5 ماشي كونفيجريشن. خلاص بعد كده لسه ايفنت تكست كونفيجريشن ما عرفناش ولا عملنا فيها حاجة ما لهاش لازمة يعني ولا ما عملتش حاجة هو جاي الديفولت بتاعها ماشي ما دخلناش فيه. بقول لك الحاجات اللي انت هتقدر تشتغل عليها اللي ايه اللي مي اللمبات اصلا فعل اللمبات دي انا فعلت اللمبات دي ديت كلوز ماشي بجيبها منين بقى بجيبها منين الله ينور عليك بتقف هنا ببساطه كده تضغط عليها بيديك اللمبات اللي انت تقدر دي متاحه عنده بختارها اوكي خلصت ماشي اهي ماشي خلاص تدينه نفس الحكايه في اي واحده منها ماشي حاجات سن طيب اللمبات ايه اللي متاحه لا مش متاحه انت لازم تعرف الحاجات ده هي اللمبات اللي انت تقدر تختارها لازم تعرف له في الاوتبوت تعرفه في الاوتبوت ايه دي الكلام الغريب دي انا بقول لازم هي كده عشان تختار تحط اصلا اللمبه ديت يعني انت في سيجنال انت عاوز تحطها على لمبه بس مش موجوده في الاوتبوت عاملها فيجوال اوتبوت وعاملها لازم تغلز قوي لازم عشان تروح الساز ولا عشان ايه عشان اعملها ليد علشان تنور عشان تنور يعني مش يعني هي الساز. يعني هي ديت مش هتبقى متاحه لك اصلا تشتغلها غير بعد ما تخلص الكونفيجريشن كله بتاع الريلي من الاخر يعني يعني مثلا اي 608 خلاص مثلا الاغول دي سواء التريب ترانسفير دي التريب ترانسفير دي لو ما عملتهاش هناك في الاوتبوت مش هتشوفها اصلا مش هتظهر لك هنا يعني كل واحده من دول لها اوتبوت فين هم هات لي مثال او الانبوت قصدي انبوت واوتبوت الاثنين يعني مثلا دي لو مش في الانبوت يعني حتى بص كده بص مثلا كده يا محمد معلش مثلا زي دي خلاص جينا نضيف واحده زي سيجنال تايب اوتبوت خلاص يا اوتبوت يا ام ده اللي دي اللي هم في ايديك ان تقدر تعمل بهم اللي ده دي معلومه مهمه خلاص عشان السيجنال ده عاملها ازاي بتعرفش الراده دي لازم انت تعرف يا اما سيجنال انبوت موجوده اي حاجه باينري ام الدخل او اوتبوت انت بتخرجه سواء على الاوتبوت ريلي او سواء على زي ما انت قلت كده بيرش مفيش كلام انا ما فهمتش حاجه انا عايز اعمل او اعمل واحده انت اعمل ليد جديد عاوز تعمل ليد جديد اعمل ليد جديد نور خلي الليد ينور مثلا مع حاجه معينه مش هعرف اعمل لك ليد مش هغير اي حاجه في الكونفيجريشن شيلها واعملها مش هعملها لك حاضر مثلا ليكن هنا A60 خلينا في الـ A608 خلاص A608 يعني ما عنديش متاحه اللي هي ايه لا هو واحده بس خلاص تروح على A608 ماشي برضه كونفيجريشن ما ينفعش افتح كذا ويندوز مع بعض ناري ميديوم خلاص لازم تقفل لو تفتح ده تقريبا ما ينفعش افتح احنا قلنا A608 بي ولا ايه خلينا A608 خلاص خلي لي اوتبوت هذا الانبوت اوت تمام نيو سيجنال بقى ولا ايه بس نيو سيجنال بس هنسميه اكسترنال تريب طب ممكن توقف بتاع ده على ما نصلي نيجي طيب عشان نبارك في المعلومات اللي هتاخدها دي طيب يلا ها ماشي يا ري بس يلا ستوب شو ما توصل فلوس